السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم في مادة النمذجة راح تكون هي تكملة للمحاضرات السابقة. المحاضرة السابقة احنا أخذنا الاكستراكت للموديل، نحاول نستخلص، تذكرون بالمحاضرة السابقة نستخلص الموديل الاوبن لوب وندرس الريسبونس. هذا هو الموديل السابق اللي احنا أخذناه بالترين سيستم، حاولنا ندرس الاوبن لوب فقط هذا الجزء حتى ندرس. إذا تذكرون فقط شرحنا أنه لازم نحدد الانبوت ونحدد الاوتبوت ونحاول ندرس الريسبونس اللي داخل هذه المنظومة، وكان هاي العملية كلها نسميها عملية دراسة الاوبن لوب سيستم، وقدرنا نحسب الريسبونس، والريسبونس كان بهذا الشكل. هذا الريسبونس هو نفس الريسبونس اللي درسناه في المحاضرات السابقة بالاوبن لوب، ولكن اسلوبنا القديم، يعني اقصد مو هاي المحاضره ولا المحاضره قبلها، المحاضرات السابقه كان نستخدم ماتلاب اعتيادي. المحاضره السابقه استخدمنا سيميلينج، ومن خلال السيميلينج درسنا الاوبن لوب او ريسبونس او الستيب ريسبونس للاوبن لوب، وقلنا انه هذا النظام هو النظام ستيبل، يعني النظام بحاله ثبوت، يعني مو انستيبل، انستيبل اللي يبقى النظام يذبذب، النظام تقريبا هو ستيبل. محاضرتنا اليوم هي محاضره راح ندرس من خلالها الكلوز لوب، يعني فرق محاضرة المحاضرة الماضية، احنا محاضرة اليوم هي راح ندرس الكلوز لوب. راح نستخدم فد انتر اكتف تول، هاي الانتر اكتف تول يعني ادوات تفاعلية باستخدام السيميلينج. نحاول شو نسوي؟ نحاول انه نسوي توليفة للمسيطر مالتنا حتى نشوف الريسبونس. الهدف من السيميليشن دائما وابدا نحاول نسوي فد نمذجه او سيميليشن للمنظومه ونتحكم بيها او نسوي لها توليف الى ان نحصل على افضل ريسبونس اوتبوت، ونقول اي اوكي هو هذا التصميم المثالي او التصميم الجيد لهذه المنظومه. زين، شلون نقدر نسوي هذا الكلام بمحاضره اليوم؟ راح احاول اثبت هذا الشيء، او راح احاول اوصل المعلومة عن طريق مثال حي موجود عندنا. هذا هو المثال اللي موجود عندنا. زين، أول عملية لازم أسويها أنه حسب المحاضرة نروح إلى فد جزء خاص اسمه الكنترول ديزاين. وين موجود؟ كنترول سيستم ديزاين فروم أندر أناليسيز مينيو. فأكو فد مينيو قائمة اسمها أناليسيز، راح شو نسوي؟ راح نحاول من خلالها نختار فد بلوك. زين، فراح نشوف انه هذا البلوك هو شنو اسمه. زين، راح نجي هنا اذا تتذكرون قائمة الاناليسيس كنترول ديزاين، روح كنترولر ديزاين، من خلال هذا كنترولر ديزاين شو نسوي؟ نضيف فد بلوك، هو اللي هو من هو اللي هو البي اي دي، لان انا اليوم دا ادرس الكلوز لوب. تذكرون بالاوبن لوب ما كان عندي كومبنسيتر، يعني ما كان عندي مقاوم. بالنظام المفتوح او النظام الاوبن ما عندي كومبنسيتر معدل عليه، بالكلوز لوب هو موجود به فيدباك وموجود به كومبنسيتر. فاني الان اليوم راح اضيف البي اي دي واحاول ادرس تاثيره على الريسبونس مالت المنظومه مالتي. فنقدر نقول له اوكي تمام. ف خلاص هسه احنا هاي الحالة الأولى خلصنا من عندها، انه قدرنا نضيف بلوك. هذا البلوك راح اضيفه للمنظومة مالتي، راح احاول هذا البلوك اتحكم به. زين، فراح امشي خطوة خطوة على المحاضرة حتى منتهي. فاذا اول شوفوا اول نافذة طلعت بهالشكل، هذا ضفنا بلوك نفس الشيء، بس خلينا نقرا هنا الشرح شو يقول. هنا هذا الشرح مالت الكلام هذا كله اللي سويته هسه حاليا. انا ضفت بلوك اسمه بي اي دي كنترولر، بعدها دست كليك اوكي بتن، وظهر عندي بهذا الشكل الرسم. بس قبل ما نستمر حسب شرح المحاضره، بيفور وي بروسيد حتى نسوي عمليه توليف للكنترولر، لازم احنا اكو بعض الاشياء نسويها قبل ما نكمل. هاي الاشياء هي اول شيء نحدد شنو الانبوت للمنظومه، نروح على فد شيء اسمه لينير اناليسيس بوينت،
input perturbation. الاوتبوت هنا هو linear analysis وهنا الاوتبوت measurement. اذا انا شنو اللي اجي؟ اجي انطي input للمنظومة واعطي output للمنظومة اللي انا راح ادرسها. وايضا في نفس الوقت اتخلص من هذا الاوتبوت واخلي الديسكوب حتى اشوف الاوتبوت. هذا السكوب من اللايبراري جبته اندر سينك، وبعدها اكمل الفيدباك لهذه المنظومة اللي احنا ندرس كلوز لوب سيستم. تمام، وهنا لا بس هاي الخطوة تراجع عنها. الآن قدرت أن أربط المنظومة أكملها. خلي أرجع هم ضبطت عندي. أوكي هسه أقدر زين. فالآن هسه ربطت المنظومة، حددت الانبوت والاوتبوت. تمام، فهنا الشرح يقول هذا الكلام اللي أنا سويته. نعم، هذا الخطوة اللي سويتها هي تشبه الخطوة اللينيرايز موديل اكستراكشن اللي سويناها. اكستراكتد لينيرايز موديل، حددنا اذا تذكرون خلينا فد سهم على الانبوت وسهم على الاوتبوت وقدرنا ندرسه. الفرق هنا الاسم السهم الاوتبوت هو اسمه الانبوت بيرتيبيشن، والاوتبوت اسمه اوتبوت ميجرمنت مثل ما شوفتكم الان، اللي هم اثنيناتهم راح تكون اسهم صغيرة هنا وهنا. زين، خليت سكوب بالاوتبوت. Now we have identified the block. إذا حددنا البلوك والبي اي دي، وبعدها البلوك اللي أنا راح أسوي له توليفة، وبعدها الانبوت والاوتبوت سيجنال. We can now commence with the tuning controller. Select OK button in the editor architecture window. We should now able to see the window below. فإذا راح نجي هنا هذا now edit architecture حسب المحاضرة. وهذا البلوك هو احنا ضايفيه، عفوا احنا ضايفيه اصلا. زين، وراح نختار شنو؟ راح نختار التيونينج ميثود. طريقة التيونينج ميثود هي اكو عدة طرق للتيونينج ميثود. اكو طريقة البود بلوت، اكو طريقة الكلوز لوب بود بلوت او اديتر او روت لوكس اديتر. هاي الطرق كلها تساعدنا بالسيطرة على فهم ان النظام هو نظام مستقر او غير مستقر. فاحنا اليوم راح ندرس الروت لوكس اديتر، راح احكيكم عن شنو التفاصيل مالته. هنا راح نختار انه نختار الريسبونس، ومن خلال هذا الريسبونس بعد ما نختاره نرسمه. شوفوا الرسم اللي طلع هنا بالبوت بلوت هو شويه يختلف. طبعا هاي القائمه اللي قدامكم شفتوها شويه يختلف عن هذا. هنا قلنا انطيناه بلوت منه قبل شويه. فالرسم شوفوا اذا تلاحظون هنا الرسم شنو هو، الرسم بيختلف عن ما اني سويته هنا. شوفوا اكو اختلاف بطبيعة الحال. هذا الاختلاف منين جاي؟ هذا الاختلاف جاي من الكنترولر البي اي دي كنترولر. البي اي دي كنترولر سيتنج هنا عندي يختلف عن ما بالمحاضرة. راح اقدر اغيره. شلون اغيره؟ دبل كليك عليه على البي اي دي كنترولر. زين، محاضرتنا السابقة اللي هي اعتقد بصفحة 4 كان مذكور بيها السيتنج مالت البي اي دي كنترولر. لا تتذكرون 001 او ما اتذكر، خلي اشوفها الثاني حاليا. صفحة 4 على ما اتذكر، بلي موجودة هنا. هنا ايش رايد؟ رايد من عندي الانتجرال يكون 0 والبي 1 والدي 0. اذا الانتجرال خلينا نشوفه، الانتجرال 0 والانتجرال هنا عندي واحد. شوفوا هذا الاختلاف. زين، وبعد شنو الانتجرال 0 والبي 1 والديريفتيف 0. اذا اوكي هسه الان اعتقد هسه راح يكون الرسم مثل ما انا اريد. خلي ارجع مره ثانيه اختار تيونينج ميثود. زين، بعدها بودي بلوت، بعدها بلوت. في المشكلة بس اتأكد من السيتنج، خلي اشوفه السيتنج. الانتجرال 0 and leave proportional derivative 1 and 0 البي 1. خلي اشوفه البي 1
ارجع من جديد، خلي ارجع بي واحد في واحد بروبورشنال واحد. الانتجرال زيرو بي واحد والدي دريفيتيف زيرو، اذا دريفيتيف زيرو انتجرال. اوكي هذا هسه اوكي، خلينا نرجع بس خلي اتاكد analysis. نرجع نفس الخطوات design، وبعدها راح نختار add block، وشنو نوع البلوك هو بي اي دي. اوكي تمام، اوكي نجي على التونينج ميثود الروت لوكاس، وهنا هو اوكي نقول له بلوت. شوفوا الرسم هسه اختلف، هذا الرسم هو نفس الرسم اللي موجود عندنا بالمحاضرة تماما، هذا هو الرسم اللي موجود عندنا بالمحاضرة تماما، صفحة 19 14 يعتقد، هي 14. زين، فهنا هذا هو الرسم اللي احنا نتبعه حسب ما موجود بالمحاضرة. فإذا طلع عندي الرسم اللي موجود هنا هو نفسه هنا. لحد هاي النقطة احنا قدرنا نرسم البود بلوت الخاص ب من عفوا الروت لوكاس الخاص ب هاي المنظومة. زين خلينا نجي نستمر نحاول نفهم شنو هذا الرسم. We then show should obtain a root locus plot as shown below. Which display all possible closed loop pole location. يعني هاي المكانات الأقطاب of the closed loop train under a simple proportional control. طبعا اللي هو فقط عندي proportional control. زين يعني هنا ندرس هسه فقط بالـ PID بس ما اخذين تذكرون خلينا واحد 0 0 على ما اتذكر اي 1 0 0. زين بعدين نحاول نتفحص الرسم، نقدر نتفحص الرسم. One can see that all values of the closed loop will place the closed loop poles in the left hand أو left half plane indicating a stable response. من خواص الروت لوكاس اللي هو هذا الرسم انه شكو بول موجودة على الجزء الايسر، يعني هذا يعني ان النظام هو في حالة استقرار، هذا ايضا بالسيطرة انتو تاخذوه. زين هنا ايش كاتب ايش يقول؟ If we decrease the loop gain sufficiently، يعني اذا قدرنا نقلل اللوب جين، we can move closed loop poles further into left hand plane and we can change performance of our system. This can be accomplished ممكن نسوي هذا graphically by grabbing pink tools. زين يعني of the closed loop location and dragging toward to. زين احنا نقدر من هذا الرسم منا نقدر نحاول نتحكم. اذا تشوفوا هذا الكلام اللي يقول هو clicking و dragging. شوف هنا هاي المكانات اللي نتحرك نتحكم بالجين، شلون نحرك الجين بالطريقة اللي ممكن احنا نستفاد من عندها بالتصميم. هو هذا يسموه تيونينج، هذا هاي العملية كلها يسموها عملية التيونينج وتوليف جرافيكلي، او ليش يسموها انتراكتيف، عملية هي عملية تفاعلية عن طريق الرسم. زين ف we can examine the corresponding closed loop step response by clicking a new. يعني نقدر احنا هاي العملية نتبعها، شو نسوي؟ نقدر نرسم الريسبونس ونسوي تيون. فهنا we can examine corresponding closed loop step response by clicking on the new plot under control system tab and selecting the new step. فاذا نجي هنا للرسم مالتنا نقدر شو نقول؟ نقول new plot وهذا new step. فبعدين ايش نختار؟ نختار منا هذا هو الموديل مالتنا و نقول له بلوت. تمام تشوفون هذا الريسبونس، طبعا الريسبونس شويه يختلف عن ما موجود هنا بالمحاضره، وان الاختلاف راح يكون كالتالي. اوكي زين
هذا هو الريسبونس اعتقد موجود هنا يكون. بس قبل هيش نحتاج احنا نسوي سيلكت للريسبونس بلوت عن طريق الـ هنا فقط. خلي نعيد هذا الريسبونس. احنا ايش راح نقول؟ نيو بلوت ستيب بعد هذا نحاول نشوف نيو انبوت اوتبوت ترانسفير ريسبونس. ايش راح يطلب من عندي؟ راح يطلب من عندي الانبوت. فالانبوت هنا هو منين جاي؟ جاي من السنجل بلدر. الاوتبوت شوفوا بس بعض خليني اشوفكم الرسم هنا. هذا الرسم الانبوت جاي من السيجنال بلدر. الاوتبوت اللي هو وين موجود؟ على السب سيستم مالت الترين. ف خلينا نكمل هنا الانبوت كملنا. الاوتبوت هو منين جاي؟ جاي على السب سيستم ترين موديل. فبلوت هنا راح يطلع عندي الرسم. هذا هو الرسم الستيب ريسبونس. اذا تلاحظ هنا شكل الرسم يختلف. يعني اذا تباع هنا الرسم شوفه يختلف. ليش؟ لان السكيل هنا بالاكس اكسس بالتايم هنا 400. هنا عندي ايش قد السكيل؟ السكيل هو 25. فالعمليه سهله، دبل كليك على الاكس اكسس تنتظر وبس تغير الليمتس تغيرها ل 400. هاي تكتب هنا 400 كلوز وراح يتغير. شوفوا بالضبط هسه تقريبا نفسه بالضبط نفسه. وقدرت ان اسوي الريسبونس الخاص بهذه المنظومة طبعا الكلوز لوب. ونقدر ايضا نرجع شوفوا هنا نقدر نرجع للروت لوكس ونقدر نشوف شنو اذا اي تيونينج. بس خلي بالك هسه هذا ريسبونس راح اسوي تيونينج باوع. هذا التيونينج اللي راح اسويه شوف هنا الرسم. بس خلي بالك انه شنو كان شكله. هذا التيونينج اللي سويته شوفوا، سويت تيونينج بهالشكل. بس شوف الريسبونس شلون تغير باوع. شوف الريسبونس، هذا الريسبونس صار باللون الازرق. خلي ارجع انه اغير بالتونينج زين، راح تشوفون تشوفوا الاوتبوت شلون يتغير. فاذا هاي العمليه هي كلها عمليه تونينج وعمليه تغيير بالبول الخاصه بالمنظومه، يعني اقطاب المنظومه دي نحاول نغير بيها. طبعا هذا الشرح كله هو موجود هنا عندكم بالبي دي اف كلش واضح زين. هنا يقول انه ممكن احنا نضيف انتجرال للكنترول سيستم. مثلا على سبيل المثال اذا كان الريسبونس مالتي بيعيب بالستدي ستيت ايرور مثلا. شوف هنا المنظومه طبعا سريعه بس هي مثلا اوفر شوت الستدي ستيت ايرور مالتها بها مشكله. بس ارجع معلوماتك كل واحد من المسيطرات اللي اخذناها البي والاي والدي هي خاصيه تختلف عن الاخرى. فاي شيء ما مرغوب بهذا الريسبونس مثلا هنا الاوفر شوت ما مرغوب به تقدر تتغيره بانه تقدر تجي منه تقول مثلا على سبيل المثال اد بول اور زيرو. زين خلينا نشوف بالمحاضره شو مسوي. This is in this case adding integral via the controller will make the system type 1 where type 1 system can be track step reference zero steady state error. فراح نرجع للمعلومات recall the following from PID controller. هذا ال PID العفو من ال PI ونجي نسوي inspection يعني نفحص ال PI controller وال add integral to an integrator and zero to open loop the integrator. هنا راح نشوف the integrator can be added to system by right clicking on the field of root locus plot and select add plot zero integrator from the resulting menu. ايش راح نجي؟ راح نجي من هاي المنيو هنا add اللي هو هنا من add zero add pol zero وبعدين نروح للانتجرال انتجريتر العفو زين تمام. فقدرنا انه نضيف هنا انتجريتر. اذا شوف السيستم شلون صار زين. فاحنا نقدر نحاول نسوي تيونينج للمنظومه عن طريق فد منظومه هي انتر اكتف، يعني منظومه تفاعليه من خلالها نقدر نتحكم بالريسبونس مالت السيستم. خلي اشوف والله شنو بعد التفاصيل ممكن. فهنا بعدين نقول انتجريت فروم ذا ريزلتنج منيو سيميلرلي ذا زيرو كان بي ادد تو ذا رايت clicking on the root locus plot and select add pole
زيرو ريال زيرو from the resulting menu. هون الريال ريال زيرو، خلينا نجي هنا ايضا نقدر نضيف add zero add pole or zero، بس خلي اشوف اي تمام or، وبعدها نضيف real pole event is it، خلينا نشوف اللي هي real zero، راح نضيف real zero. فاذا هنا نجي نقول real zero ضفنا للمنظومة، شوف التغيير. في كل مرة احنا نحاول نتحكم بموقع الزيروز والبولز اللي موجودة. طبعا هذا شوف الشاشة، شوف انتبه بس على المؤشر ايش صار بيه، فصار عندي بول اقدر اخليه بهالمكان، شوف الريسبونس شلون تغير او الروت لوكس شلون تغير، شوف الريسبونس شلون تعدل، قبل هاي شنو كان وهسه شنو اللي صار، وهكذا. يعني الغرض من هذه المحاضرة انه نعلمك انت شلون تقدر تولد فد زيروز او بولز وتضيفها للمنظومة، ومن خلالها تقدر تشوف شنو تأثيراتها. طبعا احنا نقدر ايضا نخلي القيم الفاليوز بالضبط مثل ما احنا نريد. شوف you can remove the zero clicking on the and the dragging، يعني شوف تقدر تسوي كليك ودراج، ضغط وسحب، وتتحكم ب شوف شوية الحاسبة يعني ثقيلة لان ما تلاب حجمه كبير والمعالجة تحتاج وقت، ففي كل مرة تقدر تتحكم انت. وكطريقة أخرى أنه تقدر أنت مباشرة تسوي edit للكمبنسيتر، وهنا شوف هذه الكمبنسيتر سويت له edit، فأقدر شنو أضيف عليه، أقدر للزيروز مثلا هنا اللوكيشن مالتها ايش قد، شوف هنا ما أعرف ايش قد اللوكيشن، هو مختار اللوكيشن الريال زيرو، وين الريال زيرو؟ هنا موجود عندنا الريال زيرو، ريال زيرو بالضبط. اللوكيشن الخاص به هنا هو مستخدم المحاضرة الجد، مستخدم ناقص 15.15 تمام. زين شوف شنو اللي صار بالرسم، شوف شلون تغير الرسم، تقدر تماني والله يعني تغير البارامترز الخاصة بالمنظومة. زين يعني will place هذا اوكي، و and we'll choose the loop gain is equal to 0.05. هنشوف اللوب جين ايش قد مستخدمين احنا هنا، اللوب جين اللي هو لعفو هنا هنا edit compensator، هنا ايش قد كان ال edit loop 0.05، خلي اشوف 0.05 ايش قد يصير 0.05. زين نسد ونشوف شنو اللي صار، هاي شوف الريسبونس شلون صار. هسه الريسبونس تخلصنا من الاوفر شوت، باع انتبهوا قبل شويه كان عندنا اكو ريبلز هنا، يعني تذبذب صعود ونزول بالسيجنال، هسه السيجنال اصبحت افضل من السابق. فتشوف هنا شوف حتى يقول لك الريسبونس شوف شلون صار بالضبط، هو هذا الريسبونس اللي احنا هسه وصلنا له، شوف انتبه. بس الفرق هو شو مسوي هنا، انا بس مسوي احنا مسوين سكويز هنا، ضاغطين الويندو هو منطي السكيل هنا، انا منطيه للاثنين، شوف السكيل الاثنين احنا لنقرا السكيل الواحد، وشوف شلون 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 واضح. نقدر طبعا نغيره، خلي اشوف شلون اقدر اغيره، دبل كليك هنا أنا اعتقد راح ينفع، اذا هذا اشوف الواي راح اخليه للاثنين، وشوف راح يصير نفس الشيء تمام. شوفوا بالضبط هذا بالضبط هذا نفس ما موجود بالمحاضره. فهنا قدرنا هسه الان من خلال التيونينج والتلاعب بالزيروز، التلاعب بالبولز والزيروز ايضا بهاي المنظومه، نخلق فد ريسبونس مناسب للمنظومه مالتنا. فنقدر كل هذا الكلام بعد ما نسوي تيونينج توليفات، والتوليفه اللي وصلتنا الى افضل ريسبونس، اقدر شنو اللي اسوي؟ اقدر اسوي ابديت للبلوكس، يعني احدث البلوكس وفقا للمتغيرات الجديده، كانه شلون انت تصمم وبعدين تحاول تسيف يعني تخزن المتغيرات. فراح اجي راح اقول له ابديت، وينها هنا راح اقول له ابديت للبلوكس، سوى ابديت اعتقد، يبي اعتقد سوى ابديت. وبعدها نجي على المنظومه مالتنا الخاصه بينا، فقط نروح من السكوب، دبل كليك على السكوب
نشوف الاوتبوت. اعتقد هنا فد مشكله في مكان ما، ليش ما اوكي خلي اسوي سيموليشن للموضوع واشوف شنو اللي يصير بعد ما حدثت. تمام، اي بالضبط مضبوط. شوفوا شباب، هسه هاي المنظومة بالضبط نفس ما موجودة بالمحاضرة تماما. فخلاصة المحاضرة كلها اليوم، أو المحاضرة هي بشكل عام، راح تكون كالتالي. احنا عندنا صار ترين، درسنا الترين سيستم، دراستنا للترين سيستم كأوبن لوب ككلوز لوب تلخصت في أشياء اثنين. الشيء الأساسي أنه احنا درسنا الريسبونس للأوبن لوب للكلوز لوب باستخدام الماتلاب كود الاعتيادي اللي هي محاضرات سابقة. محاضرة الأسبوع الماضي، محاضرة الأسبوع درسنا الأوبن لوب والكلوز لوب باستخدام السيميلينج. السبب أنه السيميلينج في حال كون المنظومة معقدة وصعبة التعامل، نون لينير أو كومبليكيتد السيستم، راح هنا راح يسهل لنا العملية اللي هو السيمينينج. بالإضافة إلى هذا أنه هو بميزة أخرى هي الانتر اكتيف تول، مثل ما شوفتكم أنت تقدر بالرسم تتلاعب بمواقع الزيروز والبولز. راح تاخذوها يا دكتور أحمد البكري، تضيف بولز أو زيروز للمنظومة حتى تحسن من البيرفورمانس مالتها، من الأداء مالتها. وأيضا شوفتكم في كل مرة في كل تغيير دا يصير التأثيرات على الريسبونس. هذا الريسبونس هو ريسبونس سريع وسموث كذلك. شوفوا ما بي اوفر شوت، ما بي يعني هو سريع لانه مو ماخذ وقت بهالشكل حتى. تمام، فارجو ان تكون هاي المحاضرة مفيدة لكم، ونلتقيكم في محاضرات اخرى. واسف على الاطاله، تحياتي للجميع، مع السلامة.